التليجراف والحديث عن دونالد ترامب. دايما بيعمل عدد من التغريدات التويتات على موقع تويتر، ودايما التويتات بتاعته ليها الناس بتهتم بيها بشكل واضح. هذه المرة الحديث عن تغريدات ترامب اللي بتثير مخاوف حول أمن البيت الأبيض، ده عنوان التليجراف. التليجراف بتقول انه التغريدة الأخيرة اليوم الثلاث اللي فات اللي كتبها دونالد ترامب، البعض تخيل كلمة كان فيها كلمة غريبة، البعض تخيل انها خطأ املائي، ولكن بعد ما تأكدوا انها ليست خطأ املائي، لانه هو عمل تويتة تانية بيقول فيها، بيسأل الناس بيقول لهم بالظبط كده، كلمة اسمها كوفيف، يعني اسمها سي او في اف اي اف اي. لو حضرتك شفتوا التويتة هتشوفها مع بعض دلوقتي. هو بيقول هو كان فيجر اوت ذا ترو مينينج اوف الكلمه دي انجوي، يعني بيقول مين يقدر يعرف، مين يقدر يتوصل لمعنى الكلمه دي. دي الكلمه اللي كانت موجوده في التويتة اللي قبلها، والناس افتكرت الاول انها غلطه املائيه، لكن بعد ما عمل التغريده دي يبدو انها مش خطا املائي، او كان خطا املائي وهو بيهزر وعامل التغريده وبيقول للناس فكروا معايا، وبعدين هيرجع يقول كانت غلطه، محدش عارف. لكن التليجراف راحت لفكرة ايه؟ فكرة انه قد تكون مثل هذه الكلمات زي كود، زي كلمات سرية، وبيقولوا انه مغزى الكلمة اللي استخدمها الرئيس الامريكي في تدوينته مغزى غير مفهوم، وانه بعض الانتقادات اللي توجهت لهذه التويتات بشكل عام بتؤكد من وجهة نظر كاتب هذا التقرير انه المسؤولين في البيت الابيض ليس لديهم قدرة على ازالة ما اسموه بالرسائل المشوشة اللي بتعكس قدر من ما اسموه ايضا الفوضى اللي بيتجاهلها عدد من المؤيدين لدونالد ترامب، وبيعتبروا ان ده حالة من حالات الالهاء، يعني بيلهوا الناس بشكل غير متناسب مع القضايا الاساسية اللي بيواجهها دونالد ترامب داخل الولايات المتحدة الامريكية.